عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي شبكة يوم المكسر الإخبارية من هنا من أراضي باب السائلة بالعاصمة صنعاء. اليوم هذا الاثنين الموافق 30 من إبريل، ما شاء الله تبارك الله، من الله على عاصمة صنعاء بأمطار غزيرة جدا جدا، وما شاء الله هي السائلة ممتلئة بالسيل. وقد ربما يعني قبل لحظات، قبل أن أبدأ بالتصوير، هناك عدد من السيارات الصغيرة يعني غيرت اتجاهها يعني خوفا من الغرق، يعني خوفا من الارتفاع من سوق المياه وغرق مركباتهم هنا في السائلة. نترككم الآن مع بعض اللقطات الحية والصوت الحي من على ضباب السائلة هنا بالعاصمة صنعاء. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولنستمر معكم وإلى جانبكم في عالم اليوتيوب.